اهلا بيكم في قناه وورلد اوف بيوتي 2. فيديو النهارده عن مسلسلات الصين الرومانسيه الموجوده على اليوتيوب. انا جايبه من قناتين، قناه اللي هي اسمها مسلسلات صيني وقناه يويو للمسلسلات الصينيه. الخمس مسلسلات متوفرين عندهم، ويلا نبدا الفيديو. لو انتوا لسه جداد في قناتي ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار لباقي الفيديوهات. اول مسلسل معانا هو مسلسل فن في الحب. المسلسل متصنف درامي رومانسي كوميدي شبابي، عدد حلقاته 39 حلقة. المسلسل بيتكلم عن شاب يدعى تويوفي، وهو شخص انطوائي بارد جدا موهوب بالرسم، هو الاشهر بين طلاب كلية الفنون. شخصيته هتتغير تدريجيا بعد ما يلتقي البطلة بتاعتنا وهي ليتشين اللي هي اصلا الاخرى طالبة في كلية الفنون، في الوقت دوت هي بتفتكر الموهبة عكسه. في الوقت دوت هي هتقع في حبه من ايام الكلية، رغم كده هو شخص بارد تعجب برسوماته وهتحاول ان هي تتقرب منه، لكن شخصية البطل الباردة جدا هتخليها تحصل على ان الموضوع يكون صعب جدا قبل ما تقرب له. في الوقت ده البطل بتاعنا هيجيله فرصة ان هو يكمل دراسته في الخارج عشان يحقق حلمه، وفعلا هيسافر ورا حلمه. طب ايه اللي هيحصل بقى الحب للبطلة؟ ده اللي هنعرفه في المسلسل. تاني مسلسل معانا هو باريس حزينة. المسلسل متصنف درامي رومانسي، عدد حلقاته 48 حلقة. المسلسل بيتكلم عن قصة حب بين روان مان نيجون وهي فتاة شابة درست المحاماة في باريس بمساعدة حبيبها الأول. في الوقت دوت هي شهدت شهادة زور علشانه، وبعد ما خلصت دراستها في باريس رجعت الصين، هتلاقي حبيبها اللي هي شهدت له شهادة زور اتجوز واحدة تانية، فهتبص للحياة بنظرة تخليها ما عادتش تثق في أي راجل. في الوقت دوت البطل بتاعنا هيكون هو كمان اتعرض للخيانة من ناحية حبه الأول علشان هي سابته عشان الفلوس، فهو هيكون باصص لكل الستات ان هما صيادات فلوس من الرجالة لا أكتر ولا أقل. في الوقت دوت البطل والبطلة هيتجمعوا وهيحبوا بعض، وهيحصل ايه بقى في الوقت ان هما الاتنين متعقدين من حبهم الاول، وفي نفس الوقت هما الاتنين عايزين ينتقموا من الخيانة اللي تعرضوا لها. ده اللي احنا هنشوفه في المسلسل. ثالث مسلسل معانا هو ليلة مرصعة بالنجوم. المسلسل متصنف خيالي رومانسي، عدد حلقاته 32 حلقة. كلنا كنا نفسنا في مسلسل تاني شبه أسطورة البحر الأزرق الكوري. تخيلوا بقى المسلسل ده نفس أسطورة البحر، بس بدل عروسة البحر هيكون معانا عريس البحر. في الوقت ده البطلة بتاعتنا هي فتاة عادية جدا انتقلت من حياة المدينة المزدحمة إلى كوخ صغير عند البحر، هتلتقي براجل ذو خلفية غامضة يدعى وو جون لين، وهو في الواقع عريس بحر، مخلوق عجيب موجود من الأساطير في حسب، حيث يستخدم هذا الرجل قدراته الخاصة الغير عادية ليساعد البطلة بتاعتنا على التغلب على العديد من العقبات، وفي النهاية هيقعوا في حب بعض. المشكلة هتكمن بوجود راجل عجوز من عيلته هيعيش بالجوار، هيكتشف ان الراجل ده ليه لؤلؤة سحرية تملكها شين لي، وما هو التضحيات اللي هيقدموها الاتنين علشان يكملوا حياتهم مع بعض ويعيشوا مع بعض. ده اللي هنشوف في المسلسل. المسلسل هيبقى خيال علمي، رغم كده واضح من قصته ان حلو جدا، مسلسل حلو جدا وانصح اي حد ان هو يتابعه. رابع مسلسل معانا هو غير متوقع. المسلسل نوعه رومانسي خيالي، عدد حلقاته 23 حلقة. مسلسل قصته شبيهة بعالمان دبليو الكوري، بيتكلم عن كاتب مانجا يدخل كتابه الهزلي حب البلورة وعليه اتمام مهمة انقاذ الشخصية السنوية علشان يرجع للعالم العادي، فهينتهي بيه الامر باملاء فراغات كبيرة جدا كانت في القصة بتاعته، وهيخلق قصة حب طريفة جدا ما بينه وما بين الشخصية السنوية. مسلسل شبيه جدا جدا زي ما قلت لكم بعالمان دبليو، هيبقى مسلسل خفيف جدا، والنوعيه دي بتبقى حلوه كده رومانسيه وخفيفه من المسلسلات الصينيه الحلوه، ومتوفر على اليوتيوب زي ما قلت لكم. اخر مسلسل معانا هو اكاديميه النجوم. المسلسل متصنف اكشن صداقه كوميدي رومانسي، عدد حلقاته 30 حلقه. مسلسل بيتكلم عن عالم موازي هتتصنف فيه اكاديميه النجوم الخارقين، الاشخاص استنادا الى ابراجهم. هتتم اختيار البطله بتاعتنا اللي تعرضت للتنمر طول حياتها فجاه ان هي تسجل في الاكاديميه ديت وتظهر قوتها الخارقه للطبيعه، وهتستيقظ ببطء. في الوقت دوت هتبدأ حياتها الجديدة مع الورثة في هذا العالم الموازي. مسلسل بقى خيال علمي والجو ده، بس مسلسل حلو جدا من مسلسلات الصين الحلوة جدا، ومتوفر على اليوتيوب طبعا.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وقولي رأيكم في التعليقات، ولو حابين مسلسل معين أتكلم عنه قولولي في التعليقات وأنا إن شاء الله أعمل لكم تقرير. باي باي.